نسمع رأي الجمهور وش يقول في نقطة نظام. أمسي على الجميع وأتمنى إن شاء الله النادي الهلال يمثل العرب ويمثل الخليج، وإن شاء الله بكرة يسويها الهلال بإذن الله. أخوي سلطان، أنا لاحظت أن تصريح مساعد مدرب تشيلسي تصريح ذكي جدا واحترافي، أعطى الهلال قيمته الفنية. أتمنى جارديم أنه لا يندفع ويبالغ في الهجوم ولا يسلم المباراة لتشيلسي من البداية. بإذن الله بنشوف هلال ممتع بإذن الله. أتمنى التوفيق لفريق الهلال زعيم آسيا، وما في شيء مستحيل في كرة القدم، وأتمنى من مدرب واللاعبين ممكن تلعب الأجزيات صغيرة ضد تشيلسي وتكسب المباراة، ليش لا؟ ما في شيء مستحيل، مو أنك تهاجم وتلعب لا، في فارق إمكانيات لازم تحترمها وتلعب الأجزيات بسيطة وما في شيء مستحيل. كل التوفيق للهلال. كان ودنا أن نقابل الأهلي المصري في النهائي، لكن قدر الله ما شاء فعل. لكن قل لأخونا جمال عارف كم تبينا نهزم تشيلسي بكرة؟ أجل كم أبو عبد العزيز؟ ها 1-0 إن شاء الله. تكفي تكفي. طبعا تكفي دكتور سلطان.